السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، نبدأها بالعناوين. وساطة دولة جنوب السودان تعلن تأجيل مفاوضات السلام السودانية إلى 10 ديسمبر. مجلس الوزراء يعلن عدم الاتفاق الكامل حول سنوات ملء بحيرة صد النهضة الأثيوبي. واشنطن تجدد دعمها للحكومة السودانية لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي. أهلا بكم. أعلنت الوساطة في دولة جنوب السودان عن تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة إلى 10 ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقررا أن تنطلق يوم الخميس المقبل في جوبا. وقال رئيس لجنة الوساطة توت جولواك المستشار الأمني للرئيس سلفا كير ميردب في تصريحات صحفية: أعلنا تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 ديسمبر بدلا عن التاريخ الذي كان محددا لها في 21 من الشهر الجاري. وعزى جولواك التأجيل لارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان. الشهر الماضي أعلنت لجنة وساطة المفاوضات السودان بجوبا تعليق الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة الانتقالية في السودان وحركات الكفاح المسلح لفترة شهر على أن يتم استئنافها في 21 من نوفمبر الجاري. يترقب الشارع السوداني انطلاقة جولة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في 10 ديسمبر بتفاؤل للتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد. وطلبت قيادات بالخرطوم المفاوضين بتقديم المصلحة العليا للبلاد أو المتفاوضين بتقديم المصلحة العليا للبلاد والعمل لتعزيز الوحدة دفعا لعملية السلام بالبلاد. جدد المجلس السيادي دعمه لمفاوضات السلام التي ستنطلق بجوبا، مؤكدا رغبة الحكومة في التوصل إلى تفاهمات مشتركة تفضي إلى السلام. ونادى بعض القيادات من الكفاح المسلح إلى ضرورة التوحد والعمل من الخرطوم كجسم واحد للعبور بالسلام إلى مبتغى. عشان نبقى رجال دولة، من يجي ودبجو يجي ودكتور جبريل يجي وناس عبد العزيز يجي وناس شرق السودان يجوا وناس الشماليه ذاتهم يجوا، لما نتلمى الشيطان بيطير من البلد دي، ما ببندقيه بس صندوق بس. بالمقابل دعا سياسيون وقيادات منظمات مجتمع مدني اطراف التفاوض في جوبا الى اهميه تقديم التنازلات لانجاح جوله التفاوض الثانيه. وبرضه نحن بندعم السلام العادل والشامل والمفاوضات، نحن طبعا كل الشعب السوداني بينظر المفاوضات، نحن بندعم ونأيد ان كل القوى السياسيه وحركات الكفاح المسلحه والحكومه السودانيه والحريه والتغيير انهم يتوصلوا لحل سياسي لتسويه سياسيه ويناقشوا جذور المشكله. وانا عبر قناه الشروق بدعو كل القوى السياسيه في الحكومه وفي المعارضه في الحركات المسلحه انهم هم يعلوا القيمه الوطنيه على المصالح الشخصيه والمصالح الضيقه حتى نحقق تطلعات الشعب السوداني وفي الحرية والديمقراطية والسلام والتحول الديمقراطي. والجبهة الثورية تعقد اجتماعاتها بأديس أبابا استعدادا لتفاوض جوبا ليلتئم الطرفان قريبا. تتوجه الأنظار بدعوات للتسامي فوق الصغائر والوضع في الاعتبار لمصلحة النازحين في الوصول لاتفاق ينهي معاناتهم. ناجي فاروق، الشروق، الخرطوم. قال مجلس الوزراء إن الاجتماعات الفنية بشأن سد النهضة بأديس أبابا أدت إلى نتائج إيجابية وشهدت تقدما ملحوظا. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إلى تواصل الاجتماعات الفنية وفقا لإعلان المبادئ حتى 15 يناير من العام المقبل، موضحا أنه لم يتم الاتفاق الكامل حول سنوات ملء بحيرة السد والتصريف السنوي خلف السد. وقال فيصل إن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير من وزير الموارد المائية والري بشأن نتائج الاجتماعات الفنية لسد النهضة بأديس أبابا
لمعالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث. وقال فيصل إن المجلس استمع إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين حول أحداث حقول البترول بمنطقة بليلة، والتي تمثلت في تجمعات شبابية واعتصام مطالبة بفرص توظيف لشباب المنطقة. وقال تم الاتفاق على زيادة فرص توظيف الشباب بالإضافة إلى إدخال وزارات أخرى للتفاهم في الحلول عن طريق إقامة مشاريع استخدام للشباب. النقطة اللي أثارت جدل كثير كانت هي حول سنوات ملء الخزان، ولم يتم اتفاق كامل عليها، ولكن الكلام إنه سنوات ملء الخريف أصلا هما ما في أرقام محددة. الخريف أحيانا بيكون كبير، أحيانا الخريف ممكن يكون التدفق المائي فيه ضعيف. الكلام عن إنه السبع سنين ده سقف، سبع سنوات لملء الخزان سقف، فسنوات الملء قد تصل إلى سبع سنوات اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحجم المياه المتدفقة فيه، وقد يقل قليلا إذا كان حجم التدفق المائي كبير. في لسه بعض الخلافات بين الدول الثلاث حول التصريف، أقل تصريف ممكن سنوي خلف السد، يعني كل دولة طارحة رقم معين بتاع تصريف السنوي من خلف السد ما بين 31 إلى 33 35 إلى 40 بين الدول المختلفة. عموما النقاش حيتواصل في الاجتماع القادم، وثلاثة كما ذكرت اجتماعات قادمة، وفي أمل كبير أنه يتم حل الخلافات. جدد القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم برايان شوكان دعم بلاده للسلام والتغيير والحكومة الانتقالية في السودان حتى تقود الشعب السوداني لتعزيز التحول الديمقراطي. وأشار القائم بالأعمال الأمريكي لدى اجتماعه مع والي شمال دارفور بالفاشر أنه انخرط في لقاءات مع رئيسي مجلس الوزراء والسيادة لتقوية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تجديد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد بوث على ضرورة مشاركة كافة السودانيين في أحداث التحول الديمقراطي لتحقيق السلام الشامل. وأشاد بالتقدم المحرز على صعيد الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور، مشيرا إلى مساهمة بلاده بأكثر من 350 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني، النسبة الأكبر منها تذهب إلى دارفور. هذه المرة الأولى أن أزور منطقة دارفور والفاشر. كان عندي اجتماع كويس مع الوالي، تكلمنا عن التطورات السياسية والإنسانية والاقتصادية في المنطقة. نحن مبسوطين في نعرف أن الوادي صعبة للكثير من الناس، ونحن المعنى الأكبر للمساعدة الإنسانية. من جهته أكد والي شمال دارفور ملك الطيب خوجة لاستقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية بالولاية، وأشار إلى مطلوبات المرحلة القادمة المتمثلة في العودة الطوعية وتعزيز السلام الاجتماعي وتركيز الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطاقة النظيفة. ودعا الوالي الولايات المتحدة للمساهمة في دفع جهود الولاية في مجال المصالحات الاجتماعية. وريناهم مطلوبات الفترة الانتقالية والعودة الطوعية والمناطق اللي تحتاج لخدمات، سواء كان على في مجال الصحة أو في مجال التعليم أو مجال المياه. وكذلك يعني شكرناهم على الدعم المقدم من المنظمات وكالة الأمم المتحدة الفترة السابقة، والشيء الملاحظ تناقصه في الفترة الفاتت، وهم وعدوا أنه يزيدوها ويهتموا بالخدمات في المناطق العودة الطوعية. قدم والي جنوب دارفور المكلف هاشم خالد شكر أهل الولاية حكومة وشعبا للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإسهامهما في تعزيز السلام والاستقرار خلال فترة وجود البعثة بالولاية. وأبان الوالي خلال مراسم تسلم مقر رئاسة البعثة بجنوب دارفور للحكومة السودانية بعد خروج اليوناميد من الولاية أن تعاونا مثمرا ساد بين الجانبين خلال تلك الفترة، مما أثمر تعايشا سلميا وحفظا للأمن في جميع مناطق الولاية، متعهدا بتوجيه المعدات والمقر لخدمة إنسان الولاية في التعليم وتعزيز سيادة القانون.
وقال إنما تم يكمل الجهود الجارية الآن لإكمال ملف السلام في جوبا قريبا. نحن سعداء اليوم أن نستلم هذا المقر من اليوناميت ليقول بإذن الله سبحانه وتعالى لحكومة جمهورية السودان وقد عملوا جنبا مع جنب حكومة السودان They work hard by hand with the government of Sudan. في حفظ السلام, in maintaining peace, صناعة السلام, making peace, وبناء السلام, building peace. والآن ننطلق لاستدامة السلام. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لتسلم مقر اليونميد السفير عمر الفاروق السنوثي ممثل وزارة الخارجية أن خطوة التسلم من البعثة جاءت لالتزام السودان بالمعاهدات والمواثيق الدولية شاكرا لتعاون المجتمع الدولي مع السودان في هذه الأيام من دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار. إننا وباسم حكومة السودان نتقدم بالشكر الجزيل للمجتمع الدولي على وقفته مع السودان من أجل تحقيق السلام والحفاظ على التزاماته وتأكيده المستمر على دعم السودان لتحقيق السلام الشامل والعادل. يأتي هذا الحدث التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي. من جانبه أكد رئيس بعثة اليونميد بدارفور جيرمايا ماما بولو سعادة أفراد البعثة لأداء واجبهم كما يجب تجاه حفظ السلام في دارفور وهم يغادرون إلى بلادهم. وقال إنهم تركوا مكاسب عديدة بجانب السلام والاستقرار تتمثل في المعينات العينية من وسائل حركة وأجهزة تقنية ومقر البعثة الجاهز لتقديم خدمات تعليمية وتنموية لأهل الولاية. UNAMID will be handing over an estimated 99. UNAMID ستقدم ما قيمته 99.4 مليون دولار من الأصول والموجودات. أربعة عدد من العربات، 175 مولد كهربائي، أكثر من 580 غرفة سكنية، وأربعة منشآت كبيرة تستخدم كمكاتب من قبل الحكومة. ثلاثة مولدات وعربتين للإطفاء، ستة باصات وعربة واحدة من الآليات الثقيلة. تم إهداها لسلطات المطار. يمكن لهذا المعسكر أن يستخدم كمركز للتعلم والتدريب ويستخدم كذلك لتقديم الخدمات. وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي والمجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينك أبيي بالسودان على ميثاق الالتزام الوطني والذي يلتزم طرفان من خلاله بتطوير العمل السياسي بينهما ونبذ العنف بجميع أشكاله والتأمين على وحدة البلاد باعتبارها هدفا استراتيجيا. كما وقع الحزب على وثيقة الالتزام التنظيمي بانضمام أبناء دينكانغوغ بولاية الجزيرة للحزب. ورحب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال عثمان بالمنضمين للحزب من أبناء دينكانغوغ وقال إن منطقة أبيي تعد نموذجا للتعايش السلمي وتبرهن قدرة السودانيين على إدارة التنوع. نحن علينا أن نتناسى كل الضغائن وأن نتعايش تكون بوابة أبيي هي النداء للتعايش. ونحن نرفع الآن في الحزب الاتحادي الديمقراطي نقول علينا أن كانت أفريقيا كلها تنادي بالاتحاد الأفريقي أن نبدأ هذا الاتحاد بالاتحاد السوداني الذي يضم السودان وجنوب السودان وأن تكون التعايش الذي نصنعه في أبيي بوابة لذلك يضم هذا الاتحاد ويندح إلى كل دول حوض النيل إلى مصر أن تكون شلاتين وحلايب بوابات امتزاج وليس بوابات تفرقة. من جهته قال ممثل المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينك أبيي بالسودان شول بول إن المجلس لا ينتمي لأي جهة سياسية ويمنح عضويته حق الانتماء السياسي وأكد تطلع المجلس شراكة حقيقية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. اسم المجلس الأعلى إن شاء الله نحيي ونبارك هذا الخطوة وهي واحد من الحقوق الأساسية الممارسة السياسية الشريفة الديمقراطية الذي نحسب أنه هذا المرحلة الدقيقة من مستقبل السودان يحتاج مننا جميعا التكاتف. وبهذه المناسبة أيضا نترحم على شهداء الثورة السودانية الذين هم الآن قدموا لنا الحرية والسلام والعدالة كشعار للمرحلة التي نحن فيها اليوم.
استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمكتبه ظهر اليوم النابغة هادي الأنور والفائزة بجائزة تحدي القراءة العربية والتي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الوطن العربي برفقة والدها العقيد الركن أنور الزبير عبد الرحمن وبحضور الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد إلى جانب الفريق محاسب عصام خالد مدير الإدارة العامة للشؤون المالية. وخلال التكريم هنأ رئيس هيئة الأركان الطالبة النابغة هديل وذويها وقال إنها شرفت السودان والقوات المسلحة وأسرتها مثمنا جهودهم التي دعمت هديل وكانت دافعا لها لتحقيق هذا التميز الكبير والنجاح الباهر والذي رفع اسم السودان عاليا معلنا رعايتها في كافة المراحل لتواصل هذا التفوق في كل المستويات. اليوم هنا في رئاسة الأركان المشتركة قد قربت من طرف السيد فريق أول ركن محمد عثمان رئيس الأركان المشتركة. كم أنني سعدت بهذا التكريم جدا، فهذا يعني لي الكثير وسيدفعني لتقديم المزيد في سبيل الوطن. وكما أنني اليوم هنا كنت برفقة والدي العقيد ركن أنور الزبير عبد الرحمن في بيته الثاني رئاسة الأركان المشتركة، سعيدة جدا بهذا التكريم ودامت القوات المسلحة زخرا للوطن. امتدح ممثل والي شمال دارفور أمين الحكومة محمد إبراهيم عبد الكريم الدور الذي تقوم به المنظمات ووكالات الأمم المتحدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالولاية. وأشار خلال مخاطبته اجتماع المراجعة السنوي لأداء أنشطة القطاعات الممولة من اليونيسف لهذا العام إلى الدعم السخي الذي ظلت تقدمه منظمة اليونيسف لعدد من القطاعات الحكومية خاصة المياه والصحة والتعليم ورفع القدرات والتدريب، مبينا أن هذا العام شهد تنفيذ مشروعات فاقت في قيمتها 7 ملايين دولار. ودعا المنظمات الأخرى للعودة إلى الولاية وتقديم خدماتها خاصة الخدمات بمناطق العودة الطوعية. المشروعات التي قدمت في هذا العام تجاوزت 7 مليون دولار، وأنا أفتكر ده مبلغ كبير جدا. هذه المشروعات جزء منها كان في مجال الصحة وجزء في مجال التعليم وجزء في مجال المياه وجزء في مجال الرز والمتابعة والتقويم ورفع القدرات، فلهم الشكر. ونتمنى أنه في ميزانية العام 2020 تكون ميزانيتهم هي أكبر من ذلك حتى يقدموا مشروعات بصورة أكبر تغطي كل أنحاء الولاية. معروف أنه ولاية شمال دارفور هي تعتبر تمثل 57% من مساحة إقليم دارفور. أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى سعيدة حرص الحكومة على بناء مجتمع معافى من المخدرات وكافة الظواهر السالبة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة بالبلاد. وحيت لدى لقائها وفد اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بكلية الخرطوم التطبيقية تضحيات الشباب وقيادتهم لثورة ديسمبر من أجل التغيير المنشود. وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع مكافحة المخدرات يستهدف شريحة الطلاب من المدارس والجامعات باعتبارهم أمل المستقبل من خلال مشاركاتهم الفاعلة في الأنشطة الخدمية والمجتمعية. وقالت إن فعاليات المشروع تبدأ في 12 ديسمبر المقبل احتفاء بذكرى ثورة ديسمبر. السنة دي عام جديد علينا وعام زاخر بكثير من الأمال اللي تحققت واللي بنحشم في إنه تحقق منها تاني الأكبر والكثير. فالسنة دي بيصادف معانا ذكرى ديسمبر وحيكون عندنا مشروع السنة دي مختلف اللي هو احتفاء بذكرى ديسمبر ومشروع مكافحة المخدرات، وفي نفس الوقت حيكون تحت شعار مختلف. السنوات اللي فاتت كانت تحت شعار مجتمع معافى، السنة دي حيكون إيدينا للبلد وحنستهدف فيه الشريحة بتاعت الطلاب سواء كان على مستوى المدارس أو الجامعات واللي هم ديل أصحاب الهم الأكبر بالنسبة لنا. بدأت بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية والذي تقيمه وزارة الصحة بالولاية. وأشارت مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان أمال خليل إلى أهمية توعية المواطنين والعاملين في القطاع الصحي بخطورة استعمال المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الاستشارات الطبية. وقالت إنه هو لأول مرة يقام هذا الأسبوع على مستوى شمال كردفان، وأكدت على تطبيق كل المعايير المتعلقة بالرقابة على استخدام الأدوية.
احنا سعيدين في ولايه شمال كردفان لانه نكون ده اول مره نحتفل بالاسبوع، وحريصين عليه يمكن لمشاكل كثيره ناتجه من الاستعمال الغير رشيد للادويه والمضادات الحيويه. ومنظمه الصحه العالميه يمكن محتفله مهتمه بالامر لانه هو واحده من المشاكل اللي بقت مؤرقه لكل العالم، الاستعمال الغير رشيد للادويه. شاكرين لكل الشركات بتاعت الادويه واخواننا الصيادله واخواننا في التامين الصحي. الاسبوع بتاعنا حينتهي ان شاء الله الاسبوع بالشروع في وضع السياسه الدوائيه عندنا وتنفيذها في مستشفياتنا عبر كل الاقسام الموجوده، وتكوين للجان الجوده الخاصه بضبط الاستعمال غير رشيد للادويه. من جانبها فقط أشارت سماح موسى مدير مركز معلومات الأدوية والسموم بإدارة الصيدلة إلى أن هذا الأسبوع يشتمل على محاضرات وندوات وورش إلى جانب تقديم البرامج والأنشطة التوعوية للمواطنين في عدد من المواقع والمؤسسات بالأبيض. أسبوع مهم جدا في بالنسبة للصيدلة والصيادلة والأطباء. بيحتوي البرنامج على مشاريع توعوية للفئة المجتمعية المضادات الحيوية اللي هي تعتبر إنها سلاح ذو حدين، برقم الفائدة التي نجنيها من استعمال المضاد الحيوي إلا إنه استعمالنا للمضاد الحيوي بصورة خطأ بيدينا مردود سلبي أو ناتج عكسي. فمثلا الاستخدام السيء للمضاد الحيوي بطرق كثيرة ومتعددة، إنك أنت مثلا تبدأ الكورس العلاجي وما تكمل كورسك العلاجي، أنت هنا بتدي فرصة للبكتيريا إنها تكون مناعة ضد المضاد الحيوي اللي أنت استعملته. دي حاجة. الحاجة الثانية استعمالنا الشخصي باستعمال مبدأ التطبيب الذاتي. واكبت قيادة سلاح المدفعية بلوغ تاريخ تأسيس المدفعية ليوبيلها الذهبي بأحداث طفرة كبرى في البنيات التحتية لقيادة السلاح ومنظومة ترسانة الحربية وتأهيل ورفع قدرات منسوب المدفعية. ولحقت المدفعية ذلك بالاهتمام بمنظومة الفنون والإبداع برعاية فرقة دال العسكرية والمعروفة بتميزها. على مدى أكثر من 75 عاماً ظل سلاح المدفعية هو العصا الغليظة واليد الطولة للقوات المسلحة السودانية. يرجع ذلك للتطور المتسارع الذي حظي به السلاح في قدراته الحربية والعسكرية، ممثلاً في الترسانة الدفاعية الرادعة والمنظومة الصاروخية الحاسمة. تمشياً مع التطور الملحوظ والتطور النوعي الذي يعني انتظم سلاح المدفعية في التدريب وفي التسليح وفي النغلة النوعية العالية جدا لأجهزة إدارة النيران والنتائج المشرفة في كل ميادين القتال على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. ولا تعتبر منظومة القدرات الحربية هي سر التميز وتفوق السلاح المدفعية، بل يضاف إليها منظومة الإبداع العسكري في مختلف ضروب الفنون عبر الكلمة المقاتلة والجلالة الحماسية والأداء القوي المتفرد، وهو ما أهل سلاح المدفعية لأن يحتل مواقع الصدارة بفرقة دانا في محافل مهرجانات الإبداع العسكري المتتالية. دانا هي اسم يعني يرتبط بالإبداع، فرقة دانا اسم يرتبط بالأداء الطيب، فرقة دانا اسم يرتبط بأسهان كثير جدا من منسوبي القوات المسلحة وكثير جدا من جموع الشعب السوداني بما ظلت تقدمه من أعمال نالت استحسان الجميع. نحن اليوم سعداء كما قلت بهذا الجمع الذي فيه تكريم لفرقة دانا لما ظلت تقدمه للمدفعية وللقوات المسلحة بصورة عامة. حازت فرقة دانا في مهرجان الإبداع العسكري الأخير على 5 كؤوس وميدالية أهلتها للظفر بالمركز الثاني بين 38 وحدة عسكرية، وهو ما استدعى تكريمها والاحتفاء بها مركزيا وولائيا. نحتفل احتفال استثنائي كما احتفلنا العام 2018 بإحراز المركز الأول على مستوى القوات المسلحة في مهرجان الرماية، وظلت المدفعية يعني دوما تتصدر الصفوف وتتصدر التميز وتتصدر الريادة وتتصدر السيادة. ورغم ولائية الاحتفال بتكريم فرقة دانا إلا أن المشاركة جاءت قومية، حيث تداعت لها العديد من الفرق والجماعات في مجال الدراما والتراث والفولكلور الشعبي. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.